ستة ونص تصافي ميقات الفصافي كلنا في رحابه للأيام نصافي تنفح فيه وردة أضحك فيه قافية ويبقى الحب سفينة في عينينا طافية والألحان طلاطف نسمة وموجة صافية وستة ونص تحية عمرة رضا وعوافي مساء النور والخير والسعادة على كل اللي بيشاهدوا شمس السودان التي لا تغيب قناة الشروق. ضيفي لهذا المساء ورث من أبويه جينات الإبداع وتربى على أصوات الأوتار وإيقاعات القوافي الشعرية فتشبع بها منذ خطواته الأولى، عرف الموسيقى وأحب النغم وهذه الأشياء جرت فيه مجرى الدم. التحق بكلية الموسيقى والدراما في عام 90 و 1900 ودرس الصوت وكان عضو بارز بكورال الكلية. لديه أنشطة أخرى مع فرقة هرام بي التي كانت تقدم أعمال باللغة الإنجليزية والعربية أيضا، لذا تعتقت تجربته وتميزت مع مجموعة عقد الجلاد، هو الملحن والمؤدي والصوت الحميم شريف شرحبيل أحمد.
ده حيفاجئكم النهار على راي مجد النور. فاجأني النهار وانا ماشي بيناتا الصاقط باقي حنين. شريف يا اخي مرحبا بك ومساء النور ونورت استوديو الشروق. مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الشروق شمس السودان التي لا تغيب، ونتمنى نكون لطيفين ومساءنا ظريف معاهم. اكيد. طيب يا شريف، احنا نبدا معاك من البداية. وشريف لسه بيبي صغير، و هو صغير لكن الآلات كانت ضخمة وكبيرة جدا، الجيتار والبيز جيتار وحتى الأعواد والآلات الإيقاعية. فتلمس الخطوات الأولى نحو الموسيقى يعني كان تلمس كده مزدوج إجباري، لأنه ما في حاجة غيرها في البيت، وفطري لأنها الجينات الوراثية الإجبارية. والله يا أخي فعلا يعني برغم صغر السن والديناصورات الموجودة من الآلات الموجودة في البيت، يعني حتى مش الجيتار والبيز والكذا والمندلين وكذا، كان عندنا كونتر باز اللي هو الدبل بيز، الآلة الكبيرة اللي بيجيفوا بيعزفوا بها دي. وفي الريكوردز بتاعت الاسطوانات والريل والدولاب بتاع الاسطوانات. حتى بتذكر اكاد اقول لك انه انا قادر اتذكر ريحة الخشب المعمولة به والرفوف اللي بتتعامل بها، لأنه كان أنا تربيت في منطقة العباسية ما بين العباسية ومبدة. فدي كان فيها مكتبتين كبار جدا جدا. في مبدة فيها المكتبة أغلبها كانت بتاعت الرسم بتاعت أبوي، لكن فيها آلات موسيقية. لكن في العباسية في الصالون فيه حتى التماثيل بتاع المصنوع من الأبنوس دي وكده، يعني حاجات كثيرة جدا
يعني كلها فنية في بعض، فهي ممكن تكون عملت ده الجو العام اللي أنا قاعد أحوم فيه يعني. فده طيب عمل شغل يعني. أنت تكلمت قبل ما نجي للشغل الكبير اللي تعمل، تكلمت عن حي العباسية، والعباسية دي يعني زيدان إبراهيم وتجاني حاج موسى وعمر الشاعر، لكن قبال كده أول عازفة عود سودانية جداوية اللي هي علمت أستاذ شرحبيل الأحمد ومدام والأستاذة زكية والدينك علمتهم برضو عزف العود. نتكلم شوية عن العباسية. العباسية أنا تولد تربيت فيها، ما قعدت فيها فترة طويلة، لكن برضو كانت الزجاجات بتاعتها التضاريس بتاعت العباسية من شارع الفيل، ناس اللي بيحبوا الغنى جدا كداي، وجامع قد حد دمب هنا، وخورب عنجب هنا، وتمشي الأربعين عابدين هنا، فدي كلها كانت مظاهر يعني فيها حياة كانت غريبة جدا جدا يعني تكاد تكون هي ذاتها فنية في حد ذاتها يعني. أنه جامع قد حد دمب كان مبني بتراث قديم شكله غريب جدا جدا، وبعد ذاك زي ما قلت لك التضاريس بتاعت العباسية ذاتها من شارع الفيل، وهو نازل من الموردة منحدر لحد عندنا هناك دكان اليماني الناصية، في ناس ممكن يتذكروا الكلام ده لو قاعدين، دكان اليماني الناصية والعلبة الكبيرة اللي فيها حلاوة لبان الريال كده، حقول الزندق عيون زندق كده، لكن دي كلها مظاهر منها قدام في الحتة اللي بيعملوا فيها الحولية الطريقة القادرية على ما أعتقد، أنا ما أقدر أتذكر، لكن طوالي كان كله 15 يوم كان بيكون في نوبة وكده، الحاجات دي كلها وإحنا صغار طالعين ونازلين خاشين داخلين فيها ومارقين، فشكلت أكيد بتشكل جوا الزول حاجة يعني، ما يبقى شاعر أو ملحن أو لاعب كرة أو يعني في حاجة ما فنية فيه بتتنمى وبتبقى بتأخذ معاه الزخم ده كله بتطلع منه تطلع عليه إبداع معين، سواء كان في الرسم او كان في الغناء او الموسيقى او الشعر او 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 او, أو كده. قل زول في العباسيه متزوق، اضعف الامام متزوق بالضبط كده بالضبط. طيب تفضل. وجداويه زي ما قلت ان هي بيت ناس جداويه برضو كان في نفس الشارع بتاعنا يعني شمالا برضو بالكرعين يعني كده، فحتى ابوي كان بيوراني قال لي احنا كنا هنا بنقعد في راس الخور ده هنا زي ما بقول لي بنمسك بنتسلف منها العود وبنحاول بنعزف، حتى هي علمتهم العود هو وعم كامل حسين الله يطراه بالعافيه، هو السكرتير بتاع شرحبيل وعازف الساكسفون ما زال يعزف معه لحد الان، هم الاثنين يتعلموا الحاجه دي، ويعني كلها دي بيت موسيقي كبير العباسي على ما اعتقد يعني من فنون وكذا وكذا، وانا حيوم يعني ناس العباسيه طبعا يا شريف. كلنا كذا يعني اجيال، حتى يعني انا ما من جيلك، ركز كويس، انا ما من جيلك، الاجيال اللي بعد كذا كلها تربت على عم التنجو، يعني انا لسه بتذكر عم التنجو الرجل الظالم عامل فيها صايم، عمك جاع جوعه قويه جات العزه ما بعرف ادته شنو كذا بعصايه وكمشه، فداير اشوف ذكريات دار النشر التربوي، وبرضه شريف ولا الصغير بيسوقوا معاه استاذ شرحبيل احمد لحكايه بتاعه التدريب على القصص المصوره، وبالذات عم التنجو شخصيه لغايه الان انا بحبها جدا. هو طبعا دار النشر التربوي برضه واحد من الساحات الفنيه الكبيره جدا جدا اللي هي ممكن تكون اثرت فيني تاثير شديد يعني، لانه يعني انا اذكر لك حاجه، انه كان والدي كان بيتمنى انه انا اطلع فنان تشكيلي وما فنان مغني بتاع مزيكا، لانه يعني هو بيعتقد وما زال لحد هسه بقول له شريف شيل الريشه والقلم وابتدي شخبت ساي حترجع عليك الموهبه له، يعني كنت زول بعرف ارسم كويس جدا، علاقتي بالهارموني بتاع الالوان مما انا صغير كانت قويه، حتى من غير ما اعرف انه يوروني، لانه دي بتخلط دي مع دي كده بتجي كده، سبحان الله كانت حاجه فطريه يعني، انه كنت برسم كويس جدا جدا، وكان يومي كله يعني دائما نهايه اليوم بيكون عندي معرض، لانه انا برسم باستمرار يعني يعني بقول لك مزل بيعمل بيسهاب، انا بنشاط شديد جدا، قلت لهم دي انتهت البعديه طوالي كده، فبقول لي يعني اشجع زول بيرسم في التاريخ انت يعني. لكن عارف يا شريف يعني اي شخص فنان بيكون عنده مواهب اضافيه، نعم في موهبه بس هي اللي بتطفو على السطح، هي اللي بتطفو على السطح. نحن دايرين اول حاجه ما نسحركم ونقول ما شاء الله، لكن حكايه انه استاذ شرحبيل بيرسم وبيكتب شعر برضه وبيلحن وبيغني، والعم برضه بيعزف والوالده، وبعدين حتى في البيت في ناس بتاعين كروبات وناس بيرسموا وناس بيغنوا، نشوف السر شنو، لكن بعد الاغنيه دي ونص تحية عمرة رضا وعوافي
النور والمحبة والجمال. شريف بنرحب بك من جديد. وحكاية البيت ما شاء الله كله فني، يعني أستاذ شرحبيل كتالوج من المواهب المتحركة ما شاء الله، اختار برضو سيدة عازفة وفنانة، جابوا مجموعة يعني ما شاء الله في وقت من الأوقات كانت الفرقة دي من داخل المنزل. نعم. أبناء الأستاذ شرحبيل أحمد. فكلمنا كده عن الأسرار الغريبة اللي جابت ناس كلهم فنانين لكن قد يكونوا في اتجاهات متعددة. زي ما قلت لك، زي بدايتي أنا تقريبا هي كانت بداية بكية أخواني. بعدين دائما الأخوان بيحاكوا بعض، يعني حتى إذا في زول بيعمل حاجة، حتى إذا أنت ما بتحبها بتحاول تحاكي نوع من الغيرة ممكن. نوع من الغيرة برضو يعني نوع ما. لكن يعني هي كانت موجودة فيهم، يعني حتى هم كشباب مزيقاتية كده يعني ممتازين لدرجة، يعني ممتازين لدرجة حقيقة. يعني أنا عندي أخوي الاطراب الخير شهاب ده في هولندا من المزيقاتية في هولندا، يعني بقول شنو هم معروفين شديد يعني. بعدين كلهم شاركوا في فرقة الأسرة كأسرة شرحبيل، وفرقة شرحبيل أحمد كفرقة لوحدها يعني قائمة بذاتها. في من بيعزف بيز، في من بيعزف كيبورد، محمد شرحبيل بيعزف كيبورد جد كويس جدا جدا وبيلحن، وزول مهندس بتاع صوت برضو ممتاز جدا. أحمد شرحبيل بيعزف بيز جيتار. هم كانوا متواجدين في الفترة اللي كان فيها فرقة شرحبيل، هم كانوا في مصر أخذوا زي 8 سنوات أو 7 سنوات، فدي كانت تكونت الفرقة هناك يعني كلها بتاع شعر. أنا ما كنت محظوظ أمشي معهم يعني. حتى الأكروبات برضو فن موجود داخل الأسرة برضو. هاي برضو يعني ناهد شرحبيل اللي هي دي أكبر مني، هي اختارت الطريق الرياضي لأنه برضو ما شاء الله الأستاذ عنده في البعد يعني كده ما شاء الله. أيوة. فاختارت الأكروبات السودانية، وبرضو فيها برضو تلعب الأكروبات بواسطة الموسيقى وكده، وفيها حاجات جميلة جدا جدا وبتحتاج لمهارات عالية شديد جدا وتركيز عالي. برضو هي من الأصوات الجميلة جدا جدا يعني زول غناية من ما شاء الله ربنا يحفظكم يعني. طيب مباشرة نشوف شرحبيل عندما يعني شريف شرحبيل عندما قرر إنه لا الحكاية مش موهبة بس لكن ده حيكون طريق مدروس والموهبة تتعرض للصقل، دخولك للمعهد سنة 1990، شوف كيف ذكور التاريخ ده كويس معك؟ والله ما بطار كويس. هو أنا يعني بعد هرامبي طوالي الفرقة اسمها هرامبي حنتكلم عنها. أي نعم. أنا بس درجك للتاريخ بالتسلسل. في فرقة اسمها هرامبي كنت أنا مشارك فيها، بعدها طوالي اشتغلت مع الأستاذ شرحبيل في الجروب بتاعه لفترة، وعداك طوالي قمت سافرتها مشيت كوريا شاركت في مهرجان فيها. بعد ما جيت راجع من كوريا طوال التحقت بمعهد الموسيقى والمسرح، حتى كان دكتور فاتح حسين كان له دور كبير جدا في انه يعني يحفزني واحييه يعني من هذا في اليوم الجميل ده. هو بيقول لي يا شرف يا اخي احسن يعني واصل يا اخي احسن واصل كده يعني تمشي بدل، لان انا كان عندي اتجاهات ثانيه احسن ما اقول. كنت شاطر في المعهد انت؟ في معهد الموسيقى والمسرح. نعم. انا طيب ما قعدت 9 سنة، تخرجت سنة 99 ليه؟ انا حتقول ان انا قاعد اعمل ريبيت، لكن المعهد في فترات قام وقف يعني ما منك من المعهد. لا لا ما مني من المعهد والله. وقف في فترات ووقف فتره طويله حد التحول بتاعه، لانه المعهد كان بيتحول كثير، مقرن قصر الشباب والاطفال شمبات ما عارف وين، لانه كان معهد تابع لوزارة الثقافة بعد مره يتبعوا للتعليم العالي. المهم فحصلت له قصه كده لحد ما بقى مع التعليم العالي وبقى كلية تابعة لجامعة السودان اللي هو في تقريبا في الحلة الجديدة والمنطقة الصناعية هنا. فتخرجت من هناك يعني سنة 99. فما قعدت ال10 سنين وال9 سنين دي بمزاج يعني، أنا كان 5 سنين وبكون تخرجت يعني. لكن هي كانت برضو فترة يعني عملت شغل كثير ما بين الطلبة مع بعضهم، دراما وموسيقى، وخرجت فرق كثيرة في الفترة دي. في ناس تساقطوا طبعا، لأن إحنا خشينا الكلية كنا 32 طالب، لما تخرجنا كنا 7. بعد 9 سنة ايه. والله هم قالوا لي انتم يعني روحكم طويلة شديد جدا، لكن بس لانه دي الحاجة الرغبة اللي انا المفروض كنت اجيب فيها. وبعدين عقد الجرائد كان برضه لها دور في انه انا اكون موجود في السودان. طيب حنتكلم مباشرة نفس العام عام 90 دخولك للمعهد وانضمامك برضه لفرقة عقد الجلاد. ويتخيل لي دي كانت نقلة وقفزة كبيرة جدا، لانه يا شريف
أزول من يكون أبوه فنان قد يكون في دعم وقد يكون الناس بينزلوا له نص نص، يعني ده شنو يتولد في فمه معلقة من فن يعني سهل إنه إذا الأستاذ شرحبيل أحمد يتقدم. فكونك شقيت طريقك براك ولنا عايشة في جلباب أبي وانضميت لفرقة يعني محترفة وكذا. يعني أنا خشيت الكلية بيقولوا شنو يعني بمجهوداتي الشخصية، يعني أنا حتى لما جيت بعد الدعم من فاتح حسين والمرحوم خليل إسماعيل، يعني ذلك كانوا من أساتذتي، كنا مشينا سوا كوفد مثلنا السودان في كوريا الشمالية 89 في 89 نهايتها. فبعد ذاك جيت وعملت المعاينة، وكانت المعاينة من المعاينات الصعبة جدا، معاينة أحد المسرح أساتذة كوريين وأساتذة سودانيين، وفيهم كل الأساتذة الموجودين ماح إسماعيل ماح سليمان ودكتور أنس وعبد الله ميجو الله يرحمه وعدد يعني مستر جون. فكانت المعاينة معاينة فعلا بتاع التصفية، لأنه إحنا أنا خشيت في حتة اسمها الراشدين، لأنه يعني الوقت فات علي إنه أنا أخش بمكتب القبول والطريقة العادية يعني. فبعد كانت في فرصة بتاعت شخصين أو شخص واحد من 200 زول يعني إيش إنه مختار واحد عشان يكون من ضمن الناس، باعتبار إنه لأنه زمان ما حدا موسيقى مثلا كانوا بيمشوا الأساتذة بفتشوا الناس المواهب يجيبوهم عشان يجوبوهم المحل عشان يمرون واحد. فبعد ما تبع للتعليم العالي فبيجا بيجي عن طريق البوكس وكذا. المهم خشيت بعدك واصلنا خشيت الكورال، درست صوت، أنا يعني اختاروا إنه أنا أدرس صوت باعتبار إنه أنا كنت غنيت وعزفت وعملت حياة كتير، لكن اختاروا إنه أنا أكون في المجال بتاع الصوت لأنه دي الحتة الممكن أخدم فيها نفسي وأخدم فيها الماحد بشكل كويس. خشيت الكورال فعلا، كان الكورال كان مميز. وبعد ذاك اختارونا بالذات يعني لصدفة المحطة أنا وشمت محمد نور ومعانا زميلتنا اسمها ناهد عبدالقادر نكون الصوليست بتاعنا هنا. احنا بنأدي أدوار والكورال بيأدي الأدوار بتاعنا. فدي كان بداية العلاقة بينه وبين ناس عقد الجلال شمت أستاذ حول منصور، كانت الأستاذ المباشرة بتاعتي كانت بدرسني البيانو وكده يعني. وتعرفت على بقية الشباب من خلال المسرحيات والحفلات بتاعت أستاذ محمد اللمين وكده، فكنت الجودة أنا كنت بمشي فيه كتير. فتعرفت عليهم هناك واحد واحد قبل ما أعرف إنهم هم عندهم الجروب ده اللي أنا شفته 88 مرة في السهرة الأولى، وتاني ما شفته إلا بعد ما أنا خشيت معهم في يعني برضو علاقتك بعقد الجلاد بدت في المحد. شريف يا أخي أنا دايرك تغني لي مقطع صغير كده لايف، ممكن؟ من شنو؟ من أي حاجة، لأنه لو قلت لك حاجة معينة ممكن تقول لي ما مستعدة لها، فأنا خلي لك الباب مفتوح. لا مثلا ممكن تقول حاجة عشان يعني فجأني النهار أنا بحبها جدا على فكرة، أو سوداني جد أو حجامي دي كل ما دخلنا نقمع بعض. طب أنا أغني لك فاير النهار لأنه عندها علاقة بي قوية باعتبار أنه واحدة من أغنيات شمت الأوائل، أول أغنية شمت دخلها كنا إحنا محتفين بها شديد يعني. مجدي النور الله يرحمه، مجدي النور الله يرحمه يعني هو من الناس اللي دعمنا شديد يعني في الفترة دي. فاجأني النهار وأنا ماشي بيناتا أتصاقط باقي حنين لسه عيونك يا عيونك تكسر باب الدم السر وتجري تناعس عشب القلب وتبكي سماه فراش يا ناعس من الخلوة ريحة الصندل فلط الطين النيل قصها ضفيرته شرها رماد وفج حنين الله عليك. الله الله جميلة جدا. حبقة طماعة ثاني بعدين أطلب لي حاجة، لكن دايما في أدائك في عقد الجلاد والمقاطع اللي بتأديها منفرد دايما بتكون مقاطع راتمة، فأنا حسيت إنه ده زي اللي عنده علاقة بهرامبي لأنه كانت بتأدي أغنيات باللغة الإنجليزية، زي اللي أهبتك لأداء أشياء بغير اللغة العربية. والله يا أخي أنا ما أعرف كيف يعني، لكن ما أعرف فكرة هرامبي كيف. لا هرامبي فعلا كانت من الجروبات الأولى اللي خشيت فيها وأنا كنت لسه طالب في عام ولا ما بتذكر وين، لكن كنت طالب يعني لسه في المدرسة.
وكانت في الفترة بتاعت ال 83 84 85. ايوه يتذكر التواريخ دي كويس على الهواء. فكان هو مجموعة من الشبان وشابات يعني اعمار مختلفة من في الطاشرات عموما. فكانت فرقة هرامبي هي فرقة مؤسس يعني فرقة افريقية بحتة يعني. هي اسس الرئيس الراحل جومو كينياتا. هي حاجة زي الطلايع بتسميها ولا شيء. بتعمل عمل يعني في الوقت بتاع الإجازة حقت المدارس في العمل الصيفي يعني. اللي هو هي معناتها هرامبي كلمة سواحلية بتعني بالإنجليزي let's pull together أو معناتها يعني يلا نشتغل مع بعض أو إيد في إيد تجدى بعيد أو يلا نعمر بلدنا أو كده يعني. فكانوا بيتعاملوا يعني بهذا الحس. بيستعملوا الموسيقى بيستعملوا الدراما كأدوات موصلة للفكرة حقتهم الأساسية في دعم فكرة النهوض بالبلد وكده. احنا حنشوف الأفكار الغنائية والأفكار الوطنية دي ولسه حنتونس معاك ونسمع منا غنى جميل بس بعد هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا. ستة ونص تحية عمرة رضا وعوافي مساءات حبلة بالفرح ومترعة بالعافية وبنحييك من جديد يا شريف. وتوقفنا عند هرامبي ألهمتك قلت لك الأداء الراتن ونحن أثناء الفاصل تونسنا شوية كده وتكلمنا عن أنه حتى تجربة يلا يا أولاد المدارس استفدت فيها برضو من الحاجة دي. نعم هرامبي كنا بنغني بالثلاث لغات بالعربي والإنجليزي وبالسواحلي. أغنيات اللي هي أغنيات تقدر تقول على مخط الطابع الوطني الاجتماعي بيدعم الحس الوطني أكثر شيء. وإنه الشباب بيلتفوا حول الأفكار بتاعتهم بتساعد أهلهم وبتساعدهم هم يمشوا لقدام والوحدة بتاعت أفريقيا. ويلا يا أولاد المدارس استفدت منها كيف؟ ويلا يا أولاد المدارس أنا استفدت من تجاربي المخزون الثاني في إنه أنا أقدر أخرج أولاد المدارس بالشكل الموجود فيه. اتذكر انه احنا كنا خاشين على مهرجان الخرطوم الموسيقى الدولي فكان المفروض احنا حنقدم اغنيه جديده. فكانت استاذ عثمان الله يتراه بالخير ونسلم عليه ونقول له مساء جميل عليك وقدمنا. اتذكر الوقت ده احنا كنا بنعمل بروفات تسجيلات في الكشافه البحريه. فعندنا غرفه كده لورا يوم جمعه بتذكر احنا يوم السبت المفروض نمشي نشتغل الحاجه. اشتغلنا أولاد المدارس فكانت المركبات بتاعتها بتشبه مركبات البلوز أو الجاز فيها جاز وبلوز. فدي واحدة بالحياة اللي أنا أصلاً تربيت عليها وعارف النوع ده. فقمت اقترحت يا أخي أنا ممكن اشبع نعمل الفراغات بمدى صوتي يعني ممكن أعمل عشان ما تبقى أغنية ساي عادية ماشية ساي كان أعمل إمبروفايزيشن فيها أو ارتجال ما بين الكوبليهات الثانية باعتبار أنه أعمل حلقة ربط أو كأنما ده الحس بتاع أولاد المدارس زي هارموني ما بين الارتجال الصوتي والموسيقى يعني هو مش هارموني هو ارتجال في مع المركبات الهارمونية بتخدم الغرض بتاع النص اللي هي كان شنو؟ بتقول شنو؟ يلا يا أولاد المدارس في ربع السودان. لا أنا قصدي التهديج الصوتي أو الارتجال الصوتي. الارتجال الصوتي الله يلازم يعني حاجة زي دي أنا ما أقدر أتذكرها لك لأنه كل مرة هي بتطلع بشكل آخر لأنه هي ما مكتوبة كتابة هو ارتجال يعني أنا مثلا بتشتغل مركبات وبعد ذاك على حسب المود اللي بيجيني لكن ما بطلع من الفورمة العامة بتاعتها وفيها صرخات وصيحات وفيها هدهدة كده مرات يعني كده الضجة بتاعت أطفال المدارس وفيها إنهم تحس إنه أجسادهم صغيرة كده وكده والحركة بتاعتهم وكده والصيحات بتاعتهم لحد ما نصل الجزء الثاني من الأغنية. فكانت فعلا أغنية ناجحة وعملت في المهرجان عملت لنا شغل كويس عملت لنا. طيب شريف أطلب منك برضو مقطع صغير عشان مقابل إنه أواصل معك كل محطاتك بشكل جيد إن شاء الله. شنو؟ أي حاجة اختار. سوداني جد؟ سوداني جد سلام عليه لو شفته مرة تحس به. سوداني جد سلام عليه
سوداني من انا ما قادر اتذكر كويس ليه، لانه يعني ما قاعدين نحن نأديها بشكل كثير. لكن طيب انت انا داير اهدي لك حاجه، رايك شنو؟ طيب انا لا 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 فنان بتحبه جدا. طيب الاستاذ شرحبيل احمد ده هحبه كيف ده، ده هموت فيه بعديه. طيب نسمعه مع بعض. ونص تحيه عمرو رضا وعوافي سجايا، وانت للغافل مرايا،
شبابكم عشرة من جديد. ويا شريف شفنا نهى بتغني أغنية جميلة جدا لأستاذ شرحبيل. لكن قلت لي أنا حجيب لك أبوك حجيب لك الأستاذ شرحبيل. ما جبنا لك هسي بيعزف وبيشيل من أزرة في النهاية في نهاية الأغنية. أنا بحيي نهى والله يعني أدت أغنية صعبة شديد وأتمنى لها التوفيق يعني. إن شاء الله. طيب نهى دي مباشرة بتقودنا لمربع الغناء للأطفال. نعم. ويمكن كانت بطلة في غناك اللي عملته للأطفال, نتكلم عن كده شوي. أي نعم, من عملتها يعني عدة ألبومات للأطفال, ومن أغنيات للعب والمرح وكده, ومن أغنيات فيها رسائل بتحمل مضامين من أجل الصحة والتعليم وكده يعني, والعنف, نبذ العنف ضد الأطفال وكده. فكل أغنيات ذات رسائل محددة, ويعني تعاملت فيها مع عدة منظمات اليونيسيف, حماية البيئة, سيف ذا تشيلدرن وكده. فنوها كانت من يعني بقول شنو البطلة تحت الألبومات دي كده, مما كانت هي صغيرة شديد. كانت حتى عندها أغنية مشهورة جدا اسمها أنا فنانة من كانت صغيرة شديد يعني. ده في الشريط الأول بتاع يا طالع الشجرة اللي تعاملته مع جمعية حماية البيئة. وفي شريط الثاني اسمه حقائق للحياة, وفي شريط اسمه للسلم حكاية, وبعد ذلك في أغنيات مصورة يعني كوتيشنز صغيرة. في غسل الأيدي يعني مهرجانات وأوبريتات وكده. فاشتغلنا في الشغل لترقية الطفل وأيضا نعم. ترقية المجتمع, لأنه في مسجات بتكون موجهة للمجتمع. نعم. طيب نعم. يا شريف, يعني مباشرة عندك مؤلفات أو مقطوعات موسيقية ومؤلفات غنائية, وأول تجربة لك كانت تجربة ضخمة جدا وفيها العديد من الإيقاعات والعديد من الحياة, حتى اختيار النص كان فيه ذكاء. وأنا بشوف إنه ذكاء خارق اللي هي حجة آمنة. نعم. من حي أستاذنا عبد الوهاب هلاوي. نعم. تجربتك التلحينية الأولى. نعم. مع إخذ الجلال. نعم, هي كانت تجربة حتى كانوا الناس بيقول لي أخذت والله ورطت روحك يعني, جيت بالقلبة من البداية. جيت من البداية بحاجة ضخمة. كانت غريبة هي في الوقت ذاك, إنه الناس تغني حاجة شبه الراب أو شبه الراقة زي ما بيقولوا الشباب, أو بيسموها برضو ريستاتيف أو التنغيم المنتظم تارة وما منتظم, في إيقاع منتظم في شكل كلام أو في شكل حكوة زي حكواتي أو زي بتحكي عن حاجة عن طقس معين. فحجة أمن هي بالنسبة لي رمز لحاجات كثيرة جدا جدا. وفعلا هو في مرة اسمها حجة أمن, حتى أنا تكلمت مع هلاوي إنه هل ده اسم فعلا اسم خيالي ولا كده؟ قال لي لا فعلا هي في مرة جالتنا. الغريب انه استاذ هلاوي قال لي انه لا, هو تاثر بتجربه والدته وانها فعلا كافحت عشان تربيه عشان تعدي حياته. فكانت بعدين اسم امن, اسم مطلق لحياه كثيره جدا جدا, اسم موجود في حتات كثيره جدا ولاقيته في حتات كثيره جدا. فكانت اللي هي الزل قدر من خلال النص الكلام, حتى حاولت أنقل النص من الرتابة بتاعت الراب طوالي لطقس تاني عند هلنا في دارفور وكردفان الغرابة, وعدك أرجع تاني للنص باعتبار أنه يكسر يعني يعني عمل التمازج, باعتبار أنه الحالة اللي بتكون موجودة هنا ممكن تكون في أي حتة تانية. إذا كان النص هو النص طويل يعني كان ممكن أمشي حتة برضو جزء تاني, لكن أنا حبيت ده لأنه يمكن ده حاجة جارية, دم جاري فيني إنه نمشي الغريب, باعتبار إنه أنقل الحس ده وبرضو أنقل صورة تانية لشكل المعاناة الموجودة في حتة تانية بطريقة فنية تانية. طيب ما تدينا منها حاجة صغيرة كده من حج أمن؟ يا حج أنا سلموه يا جو. دي دائرة جمهور, لكن هسه ما في جمهور. أنا جمهور. دائرة تفاعل, واحد جمهور هاي واحدة, لكن دائرة جمهور كده. هي ملكين ما في أخضر جنبي هنا, وعشان كده من الصعوبة إنك تأدي الأغنية دي لوحدك. حاجة صغيرونة يعني, ممكن دي الحتة الوحيدة الممكن زي سمعت صوت جاك من بعيد وبعد قليل بابك ضرب, وسمعت صوت جاك من بعيد شالك تعب خدتك تعب يا حجة ناس الموية جوك أصل الشهر روح جري, سمعت صوت جاك من بعيد وبعد قليل بابك ضرب, وسمعت صوت جاك من بعيد وبعد قليل بابك ضرب يا حجة ناس الموية جوك, بس أوعد ذكر الشتم أشرب الموية أصل الشهر روح جري, وبعد صراع وصراع طويل يا حجة بينك والمحال ما لقيتي في ذاك النهار شيء تنيجو ياكلوا العيال حبة عدس ما بسويش,
وينو البصل وينو اللحم، حبة عجين ما بسوي شيء، وينو الدقيق وينو الفحم، من جاي لجاي فتشت جاي هبشت جاي فتشت جاي. ولازمك كثير تتقدري، لازمك كثير تتقدري يا حجة أم تصبري، عارف الوضع الصبر طيب كتير. والله عارفك كمان ما بتقدري. الحاجة الجميلة إنك أخذت من الموسيقى العالمية، من الراب، وأخذت من الإيقاعات الجميلة جدا في غرب السودان. شريف داير أسألك سؤال على عجالة كده، اللي هو دايما يعقد الجلاد بتغني الأغنيات التي لا يفكر أحد في غنائها، يعني مثلا يا مولود مظلوم في رئتك ميز ريحة المطرة، أو تخيل بيناتنا رزاز، أنا حلفت بنات الشجر الماطر، ما تنزل صفقة تعري صفير الريح، يلقوناه صرصار الليل الماكر، إلى أن يصل مجد النور الله يرحمه، ما تغطيني أنا عرقان من وهجي فيني. الكلام ده أنتوا بتجيبوه من وين؟ وبتلحنوا كيف؟ وبتأدوا كيف؟ الكلام ده بتجيبوا مجد النور من الله يترعوه بالعافية. هي دي حالة ليلة صوفية عايش فيها بطريقته هو الشاعر، يعني كل زول بيكتب ما ما يعني ما يعني ما ينزل له يعني من المود اللي هو عايش فيه. بعد ذاك كل زول بيبتدي يفسر على حسب هواه. انا ما بقدر افسر لك النص او الاغنيه دي ان دي بتعني كده او كده وكده، انما هي صوره كامله او هي كليب، يعني انت اسرع ما انا لما انت بتقري في النص. انا النص ده كل ما اغنيه وكل ما اقراه كل ما مره بعيش في 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 صوره ثانيه وفي حته ثانيه. ويعني هو فعلا طيب قاعده تقول نصوص مختلفة. عنده علاقه بالتسييس، يعني الفكره دي عندها علاقه بالتسييس، يعني في ناس بيحسوا انه دي المدرسه الواقعيه او المدرسه الاشتراكيه في الغنى بتاعت عقد الجلاد، وحتى جمهوره موسوم بالحاجه دي، فهل ده بفعل يعني مع سبق الاصرار والترصد، ولا بتجي كده النصوص دي اختيارات؟ لا ابدا، حتى ناس عقد الجلاد وجودهم مع بعض هو كان مسطر من 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 ربنا سبحانه وتعالى، انه الناس دي كلها جات واتلاقت في كليه الموسيقى والدراما، واتلاقت في شنو، في افكارها، في انها هي ما دايره تغني اغنى فردي. دي كانت برضو حاجه، لانه معروف انه اي زول بيحب داير يغني هو براوي، يعني عنده صحيح انسان. يعني وانا كنت عاوز اسالك السؤال ده، لكن زمن الحلقه على فكره انتهى يعني من زمان جدا، وان شاء الله نلاقيك ثاني في ساعات خير باذن الله، او في حفله خير ان شاء الله. حفله خير. شكرا جزيلا لك يا شريف. شكرا جزيلا لكم. نتمنى لكم وقت سعيد آخر إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل السادة المشاهدين لمتابعتهم لهذه الحلقة من 6:30. بكرة إن شاء الله مساء جديد وفريق عمل جديد. حتى ألقاكم دمتم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة. ستة ونص تصافي ميقات الفصافي صافي، كلنا في رحابه للأيام نصافي، يا روعة لقانا واللحظات نادية والونس التلامس في الخاطر قضية، نرشف بالمشاعر شاي المغربية، وبكرة نعود نغني في الميعاد نغني.